مساء الخير للجميع يلي عم تحضرونا لايف اونلاين حصريا ببرنامج اي جي تي بلس يلي بقدم لكم اياه بعد الحلقه لاربز جوت تالنت لايف كل اسبوع برعايه هيد اند شولدرز وارابز جوت كونفيدنس. اذا ما حضرتوا اربز جوت تالنت على الشاشه الصغيره الليله بحب خبركم انه فرقه سما وايضا دانيل صايغ تاهلوا معنا للنهائيات بهالموسم من اربز جوت تالنت، فوصلنا لاكثر من نص المشوار، صار عندنا 8 فاينالست، بعد في 4 نختارون بأسبوعين. الرابح الكبير رح يفوز باللقب بجائزة 500 ألف ريال سعودي وبسيارة كرايسلر 300 سي. الليلة الحلقة كانت مميزة جدا لأنه رأي الحكام كان معاكس لرأي الجمهور يلي صوتوا لفرقة سما وأيضا لدانيل صايغ، وكانت النتيجة كتير حمستنا. فرح نبلش هلأ بريبورتاج بأي جي تي بلس عن المشتركين وراء الكواليس عم بيعملوا مقابلة لنفسهم، بدكم تعرفوا كيف وليش وشو. احضروا. اهلا وسهلا فيكم، احنا هلا ببرنامج Arabs Got Talent، معنا المشترك عبد المجيد عبد الله، بدنا نساله شو عمل تحضيرات السيمي فاينل تبعه ونشوف شو بيحكي لنا. اهلا بكم في برنامج Arabs Got Talent، دلوقتي هنستقبل بنور عثمان. اهلا وسهلا فيكم، انا عبد المجيد عبد الله. عملت حاجات كثيرة بالسيمي فاينال. أنا نور عثمان، أحكي لكم عن تحضيراتي. الحمد لله عملت زيادة دانس وعملت فرقة موسيقية ورايا وعملت موسيقى كمان، والحمد لله كل شيء ضبط وسوينا تجارب أكثر من مرة وضبط كل شيء منيح والحمد لله إن شاء الله خير. إحنا عملنا كذا بروفة قبل كده، قضي من شوية وكمان شوية هنعمل بروبو باللبس. هاي، السلام عليكم، احنا من برنامج MBC وحنتكلم على البرنامج Arabs Got Talent، واليوم معنا فريق جميل جدا اللي اسمه فريق Break or Die Crew. هنعمل انترفيو لفريق Break or Die Crew ونشوف ازاي بيحضر وازاي بيساعد لهذه المواجهة. اعزائي المشاهدين، نحن هون بالباكستيج ستيج Arabs Got Talent من MBC، معنا العازف العملاق العظيم المتألق دانيل الصايغ. اذا معكم فريق Break or Die Crew. هاي، معكم فريق Break or Die Crew. راح يقدم شو كثير في كثير حكي عنه انه حيكون افضل شو يمكن بالبروجرام وبرات البروجرام، ما بعرف. معكم كرو بتاعي رضوان، سفيان، مصطفى، كريم، يوسف، تعال يا حمار، تعال مراد. حنستقبله ليخبرنا اكثر عن الشو بتاعه. هلو، انا دانيل صايغ، عم حضر للبركاشن شو اللي حعامله نهار السبت. تحضيرات سوفر لحد هلا كثير قويه، متفائل كثير وبعتقد حيكون شو جديد. بتامل من العالم يفهموا هيدا الشيء الجديد اللي رح يشوفوه ويحبوه ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم في برنامج Arabs Got Talent. رح نستضيف المشارك بلال حسن عشان يقول لنا ايه تحضيراته للشو اللي هيقدمه. يلا، شخبط لخبط شخبط لخبط. مساج للستي نجوى. يلا. لا احنا اليوم حنتكلم ازاي بنحضر. نترك هذا سؤال للاخ كريم. لا نجوى. انا بلال حسن، بقدم شو اكوبات، بقدم فقره اسمها هاند ستاند، هي بالانس. بقدم فيها عود مختلفة، هي فقرة توازن. وخلي واحد يعني في قلوب الجماهير واحد الفرحة اللي هي مزيانة، واحد بصمة على الفريق ديالنا، ويبقى الجمهور دائما متفائل ودائما واخا يكون فيه مشاكل ويكون اللي كاين دائما الواحد خصو يبتسم للحياة. بحال حنا كلشي عنده مشاكل ديالو ولكن دائما مبتسمين. يلا بنات ابتسموا. حصرياً أونلاين وبرعاية هيد اند شولدرز الليلة بحلقة Arabs Got Talent. إذا حضرتوها لما حكوا الحكام خيب شوي أملنا، لأنه بعد أداء فرقة سيما فكرنا أنه
اكيد الحكام كانوا راح يكونوا بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، ما كانوا 100% بوزيتيف، ولكن كتر خير الله الببليك والجمهور صوت لهم وهن تاهلوا للنهائيات بفضل تصويت الجمهور بجداره. فزقفه كبيره 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 لفرقه سما. المتكلمة الرسمية هي لنا. أولاً أكيد أنتم شو كان رأيكم بانتباعات الحكام وخيبوا لكم أملكم شوي؟ يعني انفقستوا؟ بصراحة إيه شوي يعني. هلأ أكيد كان في شيء يعني مزبوط، نحن كنا عم نعاني من بعض المشاكل، بس أنه بشكل عام إيه شوي disappointed كنا يعني شوي كتير. وقدين بسطتوا لما سمعتوا النتيجة تفاجأتوا؟ إيه يعني. كانت مفاجأة كتير كبيرة. إيه بس سارة ومبسوطين. إيه عن جد. اكيد هنا الشام وتكلمنا عن الشام، وانا بحب اقول لكم انه سته كانت شاميه، بقى بدنا نحيي كل كل المتابعين بسوريا ومنفكر فيهم دائما. وانا سعيده جدا انه عندنا فرقه مثلكم تعطيهم هيك بصيص امل باللي عم بيصير وفرفحتونا الليله. حكونا شوي عن الفكره وراء الاداء وراء هو تماما مثل ما حكيتي، هو بالفكره كانت انه نعطي بصيص امل، هي الفكره انه نشعل شموع. ما كان في حزن، ما كان في شيء، بالعكس بدنا نعطي طاقة منيحة يعني، وبدنا ننقل صورة من الشام. هي مو بس عن الشام، بس كمان بحب يعني مو بس دمشق، هي عن كل سوريا، بس بدنا ننقل هي الصورة الحلوة، نخلي كل العالم تتمنى تروح على سوريا، اللي السوريين اللي برا يشتاقوا يرجعوا على الشام. يعني هيك كانت الفكرة تبعنا، ما كتير اشتغلنا على التكنيك على قد ما اشتغلنا على الرسالة اللي هي اللي بدنا نوصلها، على مشاعرنا، على الحب، على العاطفة انه تطلع. وشكله طلعت لانه بسيط وكان في مشاعر يعني، حتى بيناتنا نحن كنا كثير مندمجين يعني. كنتوا ستة بالاوديشنز؟ قد ايه صرتوا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قد ايه؟ 20 اف يعني تريبل لسه عم بيتصاعد الرقم. المسرح اكبر بشوي من الاوديشنز، بس اكيد التحدي كمان تكون على المسرح كلكم سوا وترقصوا بهالانسجام يلي عندكم اياه، قد ايه بتتمرنوا؟ عن تمرين، التمرين يومي. التمرين يومي لمدة مينيموم 7 ساعات، يعني مثلا مبارح أول مبارح كنا من الصبح لا يعني 11-12 بالليل، يعني عم نشتغل كتير. بشكل طبيعي كراقصين لازم نتمرن يوميا مينيموم 3 ساعات 4 ساعات، بس نحن كتيم نشتغل دائما من الصبح للمساء وما بناخذ كثير ايام عطله يعني، بس نحن ولكي بنعمل شيء اللي بنحبه بنشتغل فيه، فما عندنا مشاكل انه نضل كل النهار يعني عم نشتغل. فهي هي يعني الفن هو افضل طريقه انه الواحد ينسى يومياته ويسهى بعالم ثاني. شو اهميه انتم انه تكونوا رمزيا فنيا عم تتكلموا عن سوريا اليوم؟ اكيد تماما. هو الرقص بتخيل احد سماته انك انت بتكوني حره، بتكوني عم تعملي مثل اوتلت يعني، هو قرنه فيك تحطي كل شيء عم تحسيه برا. بس انه قديش حلو انك تحاولي كمان مع الوضع اللي عم بيصير ومع كل شيء عم بيصير معنا، حلو انك انك تحسي يعني فيك تنفذي هذا الشيء الضغط وبنفس الوقت عم تحسي باشياء ثانيه. فهي هي الرقص اكيد يعني مخرج وايه اسكيب تماما. وكمان فيك توصلي حالي مو بس انت يعني، مو بس الراقص كانديفيدجوال انه بيطلع، كمان فيك توصلي لحدا تاني هو ممكن يحس نفس الشعور يعني. سو ايه كنتوا عم بتفكروا بالنهائيات قبل او هلا صار التحدي براسكم؟ هلا نحن عن جد ما كنا متوقعين يعني، تفاجئنا عن جد. فاي هلا بدنا نبلش كثير نفكر عن الفاينل. كنا اكلين هم هنا الشام، هلا بدنا نروح على شيء ثاني. تمام. قد ايه وقت فيكم انتم هيك تبتكروا كوريوغرافي جديده؟ هلا نحن عاملين انجاز بانه بفترات قليله عم نعمل كوريوغرافيز، بس انه يعني بنتمنى يكون يعني يكون في عنا الوقت اكثر لنشتغل، بس ان شاء الله حنبلش اكيد من بخاف من اليوم يعني. هلا من الليل الساعه 12 بخاف هلا يعني نروح الساعه السياره ممكن. ايه شو بتحب تقولوا لكل يلي صوتوا لكم؟ شكرا كثير، بنحبكم عن جد. ثانك يو سو ماتش لاف. أكيد في كمان أسئلة على تويتر إجت من المشاهدين، التليفون الجي بيجي لعندي مع الأسئلة. وينو ها؟ أوكي. سلمى هادي بتقولكم إنه بـ Arabs Got Talent نكهة خاصة وعرضكم كان أكتر من رائع. سلمى ما قالت من وين، بس سلمى. شكرا سلمى. لودي حكيت بالانجليزي، what a great performance really impressive. يعني ادائكم رائع
بتحكوا انجليزي. شكرا. ثانك يو. عبد الرحمن كروان، طاقة تميز وتألق، هكذا نختصر عرضكم. ما في أسئلة بس في كومبليمانات كلهم. محمود كامل، أحمد حلمي، برنس. أوكي جهز لكل حاجة. حلقة رائعة ومواهب جميلة. أوكي هيدا هيك عموما. سما سعيد، علي حكي صح، نجوى حكي صح، أنتوا رائعين. موسى أحمد، اوكي ريا، احنا مستنينك كل اسبوع بارسو. انا رح كون الاسبوع الجاي. انا منيح انه ماني عايزه اتاهل لانه ما عندي ولا موهبه، منيح انه ما حدا لازم يصوت لي، بقى منيح لي بقدم بس البرنامج. انا ناطرتكم بفارغ الصبر بالنهائيات، وانتم امل لكل المشاهدين بالعالم العربي كله وخاصه بسوريا، بنحبهم ونتمنى الافضل للجميع. اكيد دائما نتمنى لكم الافضل سما، وحصه جديده لانه هلا اذا بدنا فينا ننتقل لروبورتاج جديد عن المشتركين من وراء الكواليس هالاسبوع بArabs Got Talent خلال التمارين، بنشوف سوا. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. انا لو هعمل باز لحد هعمل لعبد الزيكي، اصل صوته وحش جدا. انا لو بدي اعطي باز لحدا راح اعطي لمدحت. ادي باز لمين؟ ادي باز نور. انا بحس لو مع لجنه الحكم كنت اول واحد بعطيه باز هاي البنت الصغيره اللي اسمها شو اسمها، نور، نور، نور وعثمان. نور رخمه يعني، واخد بالك يعني رزله كده يعني. ويغني غنايا كله كله. انه طلعت شيكابيكا وشو اسمه، انا في اطلع على ستيج غني هزي بازي يويو مثلا ووصل للفاينلز. اللي بتعمله ملوش اي لازمه خالص يعني، ولا بتعرف تغني ولا بتعرف تمثل ولا بتعرف تعمل اي حاجه بتاتا يعني. لا لا مزبوط، عملت كثير اكسبريشنز يعني، مثلا انه اوكي في يعملهم مثلا حواجبي، في رقصهم مثلا انه تحكي. انا بهزر، انا اسف. الو غنى اعطوني انا نعمل البز لشي واحد، ساره حسن بالدريع نعمل البز لعبد المجيد عبد الله. انا لو مكان لجنه الحكام بعمل مو باز ولا عشرة، اكثر لبريك اور داي، لان باللي نورمالمون اغاني تاع علاقه في شكل عجبك الاغاني تاعها، ما نمت واحد كي غني في شكل يعني سهل كثير نفتل على راسنا يعني. انا مثلا وانا صغير كنت افتل على اصبعتي. بس انه بدون ما نعملوا باص فينا ننصحهم يعني، بس ملاحظه لهم ونصيحه انه اتركوا من هلا، ما تكفوا هلا ما تطلعوا على الحلقه يعني، نصيحه. على فكره بهزر والله العظيم، انا بعشق نور اساسا، انا بحب نور جدا والله. بس مهضومه مهضومه مهضومه، بس ما كثير لانه شو الآلة اللي بيعزف فيها يعني، شو هالازعاج، ما فهمنا اي شيء من الآلة. لا لا بمزح. بما صرنا للرقي وصلنا للرقي، انا اكيد عم نمزح. نحن بنشجعهم كثير ونحن بنحبهم اكيد وبنحب الكل، وبنتمنى الكل يصير بالفاينل. لا عساكم صراحه عبد المجيد عبد الله عجبني بزاف، عنده صوت واعر بزاف غزال، يستاهل حتى هو يدوز ان شاء الله النهائيات، وعنده احسن صوت. انا لو في اللجنه انا بالنسبه دانيل هدوز باز، لان انا شايف هو ما بيقدمش موهبه، شيء عادي، بيطبل. انا في بيتي بقعد اطبل على الحلال وبقعد اطبل على الترابيزه، بعمل حاجات كتير جدا. دانيل الموضوع بجد يا جماعة، ده دانيل أنا بمزح معاه، هو شيء محترف. أنا اتفرجت عليه الحلقة اللي فاتت، قدم شيء روعة جدا، والشو اللي هيقدمه النهاردة أنا شايف إنه قدم شيء جامد جدا. حبيبي دانيل، thank you. عامله AGT Plus معي انا ريا كل اسبوع اونلاين حصريا بعد الحلقه المباشره من Arabs Got Talent، واكيد برعايه Head and Shoulders. اذا ما شفتوا الحلقه، بس اكيد بتكونوا شفتوا الحلقه وعرفتوا انه فريد سما وايضا دانيل صايغ تاهلوا معنا للنهائيات. صار عندنا 8 مشتركين فاينلست، بعد عندنا حلقتين سيمي فاينلز واربع مشتركين نختارهم للبيك فينالي ل Arabs Got Talent بشهر ديسمبر 7th. ترونا هلا انا عندي الشرف انه اكون مع دانيل صايغ، فيني انا زقف لك لحظه.
أول شيء أنت واجهت كتير مشاكل الليلة بقى بجدارة فزت، برافو عليك. خبرنا Thank أول شيء عن المشكلة يلي صار. أول شيء بدي أقول لك أنا إنه علي أنا إلي الشرف أقعد معك حبيبي. والمشتركين بيقطعوا بأرابس جت تالنت، بس رايا على طول موجودة وبقلوبنا وبأرابس جت تالنت كمان. تاني شيء صح كان في مشكلة كبيرة اليوم، كنت أكبر ما كنت أكبر من إنه أقدر استوعبها، أو لأول وهلة إنه وقتها قال لي المخرج إنه أوكي go ahead without any music، ارتجل ارتجل وعندك الآلات قدامك. يعني بلحظتها كان مفروض ركب شو out of nothing live مع كل شيء، في كاميرات مع كل شيء، في عالم عم تحضرني. ضيقت لأنه صار معي مشكلة بالأوديشن وصار معي مشكلة بالسامي فاينلز. كل مرة بجرب فرجي قدي أنه بقدر أعطي I'm losing it it's not I want it أكيد. وهيدا هيدا هيدا it's a message وأنا فهمتها وما رح I won't give up، ما رح استسلم وراح أعطي شيء أكتر وأكتر أهم وأكتر. وأنا بدي أقول لك شيء، يلي صار أكيد كان سلبي، لكن إيجابياً أعطيك الفرصة أنه تفرجيهم موهبتك إلك بلا صح. مساعدة بلا شيء صح. بلا ما الناس يسهوا ويطلعوا على غير شيء أو يستمعوا على الدي جي. بقى برزت بموهبتك الليلة، هيدا الشيء لازم تفتخر فيه. صح إن شاء الله هيدا الشيء it's just الموهبة بالنسبة لي هي بس رسالة، لازم واحد بس يعرف قيمتها ويفرجيها للعالم، خصوصي نحن بالشعب العربي. كرمال هدفي بالنسبة لي كانت بالموسيقى وخصوصي بالإيقاع يلي هو من قلب كل حدا بيطلع، يفرح العالم، ينسي العالم هالحروب والمشاكل، ينسي العالم الأحزاب ومشكلة الأديان. مش أكتر صح الفن الثقافة هيدي هي كل شيء صح. مشان هيك عنا برنامج مثل Arabs Got Talent صح، هو الراعي لكل هول القصص صح 100% 100%. ليك حياتك من زمان انت من وقت ما صغير صح. انا بقول انه الايقاع ببلش بدقه القلب اول ما يخلق البيبي الطفل الصغير وبيرجع بكفي. في ناس بتنتبه له في ناس ما بتنتبه له، بس اتس ايفريوير يعني وين ما يروح بأي موشن في إخاء. كرمال هيك يمكن حطيت شيء بالكلابس يعني صرت إذا في أمشي أنا في يكون عم بلعب بيت وأنا وماشي، بس لأنه أنا بمشي بإخاء والعالم كله بتمشي بإخاء بلا ما تنتبه. شو بيعطيك وحي إنسبيريشن لهيك تبتكر قصص؟ الإنسبيريشن على طول موجود بكل شيء، إذا واحد just he know how to notice it أو بلاحظ صح بلاحظ قصص حولي. انا في شيء ما بعرف اذا العالم بتفهمه، ما بعرف كيف تفهمه، بس هي الفكره اوقات بعجقه سير ببقى مثلا موقف انا وملتهي بشيء وببلشوا يزمروا مثلا بهيدا الشيء بالعجقه سير اكثر شيء العالم انه بتعصب ويجي وبتصير تعيط. انا بالنسبه لي اتس اوكي انه عم بسمع اكثر من فريكونسي اكبر من زمور أكتر، إنه حتى بهالقصص فيك تلاقي موسيقى. يعني في إذا واحد في واحد يعصب وفي واحد إنه لا it's okay يعني باب بيب باب مثلاً إنه بوم بيمشي مثلاً، إنه حتى إذا فيك تعمليها لوب يعني بترجع بتمشي فيك تعمليها بيت، يعني إنه حتى بالأشياء اللي بتزعج فينا نحولها it's all هلا anything هيك إذا بقول لك هيك on the spot هلا create some rhythm okay في هيدا الشيء هون ما قلت له قبل بوقت لأي آلة فيك تعمل صوت من أي شيء في الدجة موسيقى حلو كتير I really love it. لشو بتستمع أنت بالبيت؟ ستوم؟
stomp. Stomp. I love stomp. بتمنى كنت أنا وصغير كذا مرة جربت أعمل the small stomp قبل ما حتى أسمع فيهم. كنت فيلم البيت وجيب قصص كتير غريبة وبريميل وهيك واخدهم على على بناية بتتعمر جديد انه عم تتعمر وما فيها سكان. فاخدت اول طابق اشتريته بما انه اهله ما سألين عنه وصرت حط هودي الاشياء هونيك وكنت عم فتش انه احكي مع اصحابي انه تعال روح انه نعمل شيء لانه مثلا انه اوكي اذا في شيء هون برميل هون وبرميل هون وبرميل هون انه ما حطير ولا سو بحاجه لحدا انه احس حالي اكثر هيك مرتاح معه. بس ما قدرت لحد هلا لاقي البارتنر اذا بدك بال اذا بدك اللي في كامستري هيدي الكامستري اللي بتلاقيها بالموسيقى مثل ما بتلاقيها بغير اشياء كمان فما قدرت لاقي لهلا. ويمكن كانت كان شيء حلو انه اضطريت اخلق شيء لحالي وكفي فيه فنو كوينسيدنس. بنرجع بنقول نو كوينسيدنس. بفتكر انا الحياه بتعطيك الاتجاه يلي بيكون صحيح لك حتى صح. لو انت ما بتفكر فيه بالاول يعني بايمن بالصدفه. شو راح تحضر لنا للنهائيات؟ للنهائيات بما انه ما كان موقع انه اوصل للنهائيات مفروض حضر شيء لكن موقع انه تعمل اداء لوحدك الليله صح كل الحياه كلها صدف بعتقد رح اعمل شيء كمان مش موقع مثل هيك كل شيء اللي عم بيصير معي بس بما انه وصلت للنهائيات يعني اتس ذا تشانس انه فرجي اخيرا ذا ريل مي ان شاء الله خير. بس تعرفت عليك بالاوديشنز صح من الاول حسيت عندك هالتميز لانه من كل شيء هيك عم تعمل شيء. بتذكر كنت قاعد حدك وحاطت الجادجتس وقتها كانوا طنجرتين صغار هون واخذت الستيك وبلشت العب عليه. خلينا نشوف الاسئله تبع الفانز على تويتر وتليفون ال جي. سؤال من رانيا احمد، متى اكتشفت موهبتك للمره الاولى؟ هذا السؤال يمكن ماما بتجاوب عليه. هي شافت انا وهيت ما قلت ما طلعت معي هيك، طلعت دم دم وا دم وا طلعت هيك يمكن من اول شيء سوري دم دم وا لا بس بتذكر ماما كانت كنت هذا الشيء الوحيد اللي بتذكره من انا وصغير كيف كنت العب موسيقى بالمطبخ. والشو الاول شو مطبخ ضروري يمكن اقول عنه انه حبيت لو ما انه انا دارس شيء 6 آلات و7 آلات وبعدين لعبت بكثير محلات بس نقيت المطبخ للاوديشن لانه اول شيء عملته بحياتي هو المطبخ. كنت فوت على المطبخ كنت بعني بتذكر صغير حط طاوله لاطلع فيها لاوصل مطرح ما بتحط ماما غراده وبلش وانطرها لتفل اكيد يعني مش فهي اللي شجعتني بس مش ما بعتقد شجعتني لانه بتحبني يعني شجعتني كرمال اترك المطبخ وفكر بآلات تانية بحس انه اتعلم عليه. لا هذا سؤال كمان. عبد الله محمود، هل يمارس هذه الهوايه فردا اخر من عائلتك؟ انت الوحيد او في ناس بالعائله كمان؟ بعتقد لو في حدا تاني بالعائله كنت طلعته معي. اكيد كنت ما في حدا صح كنا عملنا لا ما في حدا تخبرنا عن جد. سارة الدوسري، متى ترى نفسك مؤهل لبداية العروض المحترفة؟ إذا بدي أقول مؤهل بالنسبة لي أنا ما بحب الإيجو يعني إنه واحد يحكي عن حاله إنه أنا بعرف ودارس وعامل وهيك ومؤهل وفي أعمل أحلى شو. لا بس أنا في أقدم أكيد شيء أكيد عروض العالم ما شايفتها قبل. هيدا اللي فيه يقوله يلي هو
طبيعي، يعني الاختلاف ضروري وطبيعي. يعني اليوم ما في انسان، انا بقول I'm different as you are، يعني كل انسان مختلف ولازم. بس او حلو لما يكون واحد الحمد لله انا انه هيدا الشيء، هيدا الاختلاف قادر اعبر عنه بالفن، قادر اعبر عنه بالموسيقى، وهيدي مسؤولية وقت يكون واحد عنده شيء بيقدر يفرح فيه العالم، بيقدر يزرع ابتسامة أو يحسس العالم أنه لا ينسيها، بس يمكن بهالدقيقتين ونص إذا بينسيها عن مشاكلها وهمومها. هيدي مسؤولية بالنسبة لإلي أنه أهتم فيها أكتر واشتغل عليها أكتر وكون مؤهل للاحترافية. أين تقوم بالتدريبات في الأيام العادية من راوية سعد؟ أنا وصغير اشتريت شقة بلا ما أكون بعرف من أصحابها، أنا وكبير صار في الحمد لله طب الله يمكن أعطاني أهم شيء بالدنيا هو الأصحاب، هو الناس اللي بتحبك بتدعمك وبتحب الشخص لهو، وأكيد الجمهور، أكيد الجمهور يلي كل صوت بالنسبة لي ما في no words to thank them عن جد، ما في كلمات. السؤال الأخير من كريم رزق، ما هي أجمل ذكرى من تدريباتك في الكواليس خلال هذا الأسبوع؟ آخر ذكرى؟ أجمل. أجمل ذكرى في أول انترفيو. أكيد لازم. بس منا بقى وراء الكواليس. أوكي. فيك تقول شو ما بدك. بتاني طابق الكواليس. أحلى ذكرى. القعدة مع الطبلة بآخر الشو تبعي، هي كانت الطبلة، هي على طول كانت اشكيلة بكل شيء يصير معي بحياتي. واليوم اللي صار معي بالأول، المشكلة الكبيرة اللي صارت، ما كان في طريقة لعبر عنها إلا بالطبلة. يعني حتى بالشو اللي صار معي، اللي كان بالنسبة لي إنه محضر شو أكبر وأهم بكتير، ما كان في توزيع موسيقى، كنت بدي أعبر عن هذا الشيء، وأنا كعازف إذا بدي أعبر عن هذا الشيء ما في إلا بالموسيقى، فهذا خلاني يمكن أوصل للجنة الحكم وللجمهور. أكيد أكيد. فإذا زقفة أخيرة لك دانييل. Thank you عن جد. كتير أنا مبسوطة إنه تأهلت معنا للنهائي. Thank you كتير، وأنا فخور أكتر وبتشكر كل صوت عن جد وكل عربي وكل لبناني. Thank you. Thank you, thank you. هلأ رح ننتقل لربورتاج عن المشتركين من وراء الكواليس. سألناهم لو كانوا هن بلجنة التحكيم يمكن شو كانوا عملوا؟ أعزائي المشاهدين، نحن هنا في الباكستيج مع... لا سوري، عيدة. اهلا وسهلا فيكم. احنا لا سوري، اهلا وسهلا. شوف شوف شوف، انا لبسي انا لبسي. في عيد هذا البارك قبل عم تكلم عن جد، والله العظيم لحد الان احنا كانوا وجدوا. اهلا وسهلا فيكم. احنا هلا ببرنامج عربس جوت تالنت، معنا المشترك عبد المجيد، بدنا نساله كثير اسئله. وشو تاهل سوري شو شو من الفلاس ده؟ أهلا وسهلا فيكم في برنامج Arabs Call Talent. دلوقتي هنشوف. يلا شمال يمين، لفوا لفوا، دوخة سقطوا سقطوا، مهضومين. فإذا بما أنه
انا لايف هون ب اي جي تي بلس. الريبورتاج اكيد كان عن المواقف الطريفه يلي منشوفها مع المشتركين من وراء الكواليس. بعتذر منكم تغلبطت. It's a mistake. هلا وصلنا لنهاية اي جي جي بلس الليلة برعاية هيد اند شولدرز. ما تنسوا انه عنا بعد حلقتين من السيمي فاينلز بهالموسم الثالث من Arabs Got Talent واربع مشتركين بعد لازم يتأهلوا معنا ليصيروا 12 ويكون عنا البيج فينالي بديسمبر 7 ببرنامجنا. متمنى نكونوا على الموعد الاسبوع المقبل ب Arabs Got Talent واكيد ب اي جي جي بلس بعد الحلقة. بهالوقت دايما نحن موجودين على السوشيال ميديا على facebook.com/arabsgottalent, على twitter.com/arabsgottalent, instagram arabsgottalent, insta plus arabsgottalent, على google.com. We're everywhere واكيد كل التفاصيل هنا على nbc.net/arabsgottalent. تصبحوا على خير مشاهدينا الكرام. انا بشوفكم الاسبوع المقبل live ولايف. see you soon. ciao.